صعب الصبر على التوحيد وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وعلى الدعوة الحق لكان خيرا لك. ولكن لما تجد كلبا خسيسا ذليلا زانيا الشيء الوحيد الذي يدفعه للصبر هو شهوة لذة اشتهاء تمني الحيوانات. ولا تصبر على هذا الوضع الذي أنت عليه حتى ولو كانت مغرمة متيمة مشتهية متمنية. الحيوانات ولا تصبر على هذا الوضع الذي أنت عليه. الكلاب والحيوانات والقوارض أشرف منك. فلما تجد جنيا تعرض إلى أسوأ أوضاع العذاب من ضرب وألم وحتى سب وشتم وتعذيب بالله عز وجل بآياته بذكره ألم مفرط قمة الذل والصغار والحقار والشنار. وصلت إلى درجات مفرطة من هلاك صحتك وجسمك وقوتك ولا زلت صابرا محتسبا أجرك عند الشيطان. ما هذا الذل؟ ما هذا العار؟ ما هذا الوضع السيء الذي لا نرضاه؟ التي تعشقها وتحبها هي من تأتي بك إلى هنا، التي تعشقها وتريدها لنفسك وتحبها وانت متيم بها هي من تأتي بك إلى هنا، هي من تجيء بك إلى هنا لتعرض على حصص الرقية وتحرم. هي من أتت بك إلى هنا. احنا ما جبناكش من المنزل ديالها وشتبينك وأتينا بك لأنها تكرهك، لأنها تبغضك، لأنك عدو الله وعدوها في الدنيا، لأنك عدو الله وأعداء الله تكون خاتمتهم سيئة. وربما الله أعطاك هذا الجزء القليل من الصبر ليطول العذاب، العذاب الدائم المؤقت المستمر، العذاب الدائم، هذا عذاب لم يتوقف، هذا عذاب لن يتوقف. الله سبحانه وتعالى جل في علاه وتقدس في سماه وعلى في عليه إذا أطال في مدة تعذيب الظالم أمرين: إما أن الله أراد أن ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة، أو أن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم يريد لك توبة في آخر المطاف، فأنت تختار والخيرة لله سبحانه وتعالى. أنا أدعوك إلى الله عز وجل، تب أنب ضع رجع عد إلى الله تبارك وتعالى. لا تكن وليا للشيطان ولا تغتر بقوتك التي ستزول كما زال الغطرسة والعناد والجبروت الذي كان في بداية المطاف. لما زرتني في أول لقاء وجلست أمامي تتكلم بكامل شموخك وعزتك وكبريائك، أين هو العزة؟ أين هو الجبروت؟ أين هو العناد والتكبر والتغطرس الذي كان في البداية؟ هذه آيات الله. الله سبحانه وتعالى يبين لك حقيقة القرآن وحقيقة وجوده وحقيقة تعذيبه وتنكيره للظالم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آيات الله حرها وصل، ألمها وصل. دليلا على ذاك هو الألم الذي أنت عليه الآن. لا تقوى حتى على القيام والوقوف، تتألم ألما مفرطا، وهذا ظاهر واضح جلي لا نستطيع إنكاره. تكرر يوما بعد يوم، تب إلى الله والله، ولأن الله رحيم بعباده حتى تصل إلى الغرغرة باب التوبة مفتوح في وجهك. ألم تدرك بعد؟ ألم توقن بعد؟ ألم تستيقن بعد؟ ألم توفق لتعلم ويستقر حق الله عز وجل في عقلك لتثبت على الحق وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هذه المدة التي قضيتها في جسمها وبدأتها متكبرا عنيدا متغطرسا وجلست في أول لقاء معي منذ مدة طويلة ذاك العناد والجبروت، أين هو الآن؟ هي آيات الله، هذه آية من آيات الله لنؤكد لك أن هذا الدين دين حق، وأن الله حق، وأن عذابه حق،
وأن الظالم إذا أمهله لا ينساه لا يتركه. ربي لا يغفل عن الذرات في الكون والمجرات، أعدها وأحصاها فكيف ينسى دموعا سقطت من عينها بالليل وبالنهار، كيف ينسى آلاما في أحلامها حتى في منامها، كيف ينسى زواجا قد عطل منذ سنوات والعمر يجري، كيف ينسى آلاما عضوية تحس بها، كيف ينسى ربنا سبحانه وتعالى اضطرابات نفسية لا محل لها من الإعراض في حياتها، السبب في كل شيء حصل لها من تعطيلات قصة عليه، وأنت اعترفت بذلك أتظن أن الله ينسى؟ ولكن الله رحيم، ولئن رحمته سبقت عذابه لربما يؤخر خروجك ويؤخر نهايتك وخلاصك وعذابك أو موتك. الله سبحانه وتعالى حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والله سبحانه وتعالى لطيف، لطيف بأسمائه اللطيف، والله لطيف بعباده، ومن لطفه على عباده هذه الأشياء التي أنت فيها الآن. الله قادر بأمر منه بكن فيكون. انتهت قصتك، قد عاش قبلك على هذه الأرض، وأقولها دائما من كانوا أكبر منك وأطغى منك وأعز منك قوة وجاها وملكا وسلطة ومالا ورفعة وقوة وجبروتا وجنودا وقصورا وذهبا ومالا وخداما، لم ينفعهم شيء من ذلك. التراب يأكل الكبير والصغير والقوي والضعيف، هناك رب لا ينسى. وهذه آية من آيات الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وأتمنى أن يتبين لك أنه الحق وتتوب إلى الله عز وجل. وأنا أعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى ما دام وفقنا ربنا سبحانه وتعالى إلى أن تصل إلى هذا الحال الذي أنت عليه فنصبر ونحتسب، وهي كذلك، وسيكون في نهاية المطاف ختام جميل، والختام الذي نسعى لأجله وتوبة وعودة لله رب العالمين. أما إذا كان الختام سيئا فويل لك من الله، ويل لك من الله، لأنه لا حجة لك أمام الله عز وجل. فالحجة للذين لم يدعوا إلى الله يوما، للذين لم يبعث فيهم نبي ولا رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فويل لك لأنك استيقنت أنه الحق، ويل لك لأن القرآن تلي على مسامعك وأدركته جوارحك وتألم منه جسدك وتعشت به أطرافك. ويل لك من هذا الوعظ الذي وعدت في كل حصة، ويل لك من كل صلاة صلتها وتألمت بها، ويل لك من كل وضوء توضأت وحسست بحر الماء لأن الله أمر بذلك، ويل لك من كل عمل أمر الله سبحانه وتعالى به كل المسلمين وفعلته هي وتألمت به بدون خدان ولا جنود ولا ضرب ولا عذاب، ويل لك من أحاسيس قلبية وعقلية وجسدية أكدت لك حقيقة وجود الله وأكدت لك حقيقة أن القرآن حق. ويل لك من أشياء كثيرة لربما تكون سببا في ولوجك إلى النار، لربما تكون سببا في خلودك في النار، تكون سببا وتحشر مع إبليس وجنوده وزمرته وحاشيته. إني أخاف عليك عذاب يوم عظيم، اتق الله وتب إلى الله ولا تغتر بالقوة، فعلامة زوالها بدأت تظهر عليك وأنت تعلم ذلك ولا مفر من ذلك، حتى إذا كنت قويا وبدون رقية. الله الذي خلقكم من بعد ضعف ثم جعلكم من بعد ضعف قوة ثم جعلكم من بعد قوة ضعفا وشيبا، نحن نصير إلى نهاية مؤكدة لا مفر منها. وأسأل الله أن يهديك وأن يشرح صدرك للإسلام للتوبة والعودة والرجوع والإيمان، وأسأل الله أن يبصرك بالحق الذي ليس بعده إلا الضلال المبين، وأسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي قال نبينا في ربه سبحانه وتعالى وربنا القلوب بين إصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أسأل الله أن يقلب قلبك من الكفر إلى الإيمان، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقلب حياتك من زان فاحش إلى عابد مطيع، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغير حياتك. الله ولا يرضى لعباده الكفر فكيف نرضى لكم الكفر؟ الله ولم يخلقنا ليحشرنا في النار، الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنا أن نكب في النار.
الله خلقك لتعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الهدى أشرف الأنبياء وأتقى الأتقياء محمد النبي الأمي الصادق الطاهر التقي النقي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرض نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يصب عليك صبائب الرحمات فيلين قلبك وهذا ليس عيبا ولو كنت كافرا عبدا للشيطان أن يهدي الله على يدك رجلا خير لك من حمر النعام خير لك من الدنيا وما فيها وأنت رجل كرمك الله بالعقل ولو كنت جنيا فأنت معنا في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نسأل الله لك الهداية والثبات والعودة والرجوع إلى الحق الذي أنت تعلم أنه حق وليس بعده إلا الضلال وأنت تعلم أن الوضع الذي أنت فيه من آيات الله فيك وأنت تعلم أن أجلك الذي لم يحن بعده رحمة به أسأل الله أن يهديك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد يا ربي في الفقر وفي الغنى ولك الحمد في المرض وفي الصحة ولك الحمد في كل حال ووقت وحين ولك الحمد رب السماوات والأرضين اللهم لك الحمد أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله معنا بعلمه أينما حللنا وارتحلنا وصلنا وجلنا إله لا إله إلا أنت ولا عظيم غيرك ولا رب سواك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يا رب في علم الغيب عندك اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا رب العالمين اهدنا وتب علينا وأصلح حالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا أسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمعاصي والزلات والآثام والمنكرات اغفر لنا كل ما مضى واصلح لنا كل ما هو آت يا إله ورب الأرض والسماوات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب ازني علما وقل رب ازني علما ربي ما كان مصوبا فمنك وحدك وما كان خطأنا وسهوا أزلنا نسيان في طريقة القراءة ونطق الكلام فمن نفسي من الشيطان والله رسوله منه براء والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك.